السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال الإمام العلامة عبد الله بن حسين بن طاهر الحضرمي التريمي رحمة الله تبارك وتعالى عليه في كتابه سلم التوفيق: إلى محبة الله عز وجل على التحقيق. فصل فيما يجب على ولاة الأمور. يجب، وولاة الأمور المراد بولي الأمور هنا الأب أو الجد، ويدخل فيه أيضا ولي الأمر الحاكم، لأن في بعض المسائل يجب الأمر إذا لم يكن أو إذا لم يقم الأب أو الجد بالواجب ينتقل الواجب إلى الحاكم. قال: يجب أن يلزم، ويجب وجوبا كفائيا على ولي الصبي والصبية المميزين. المراد بالمميزين اللذان يفهمان الخطاب ويردان الجواب ويفرقان بين التمرة والجمرة ويعرفان الأكل والشرب وحدهما، وعدة ضوابط ذكروها في التمييز. يجب على ولي الأمر، وقلنا وجوبا كفائيا على ولي الصبي والصبية المميزين، أن يأمرهما بالصلاة ويعلمهما أحكامها بعد 7 سنين. ولي الأمر الذي هو الأب أو الجد، أو إن لم يكن الأب أو الجد أو الأم الجدة، كذلك يدخل فيه في هذا الأمر والوصي القيم الحاكم، بل إنه إذا فقد من يقوم بهذا الأمر من ولي أمر أب أم جد جدة حاكم قيم وصي، وجب أيضا على من يحمل لواء الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، يجب، نص الفقهاء على ذلك. إذا لم يقم به أحد من هؤلاء كذلك من وصله أمرهما وكان ذا علم وذا تربية وله قدرة على إصلاح على هذا الإصلاح يجب عليه. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال: ويعلمهما أحكامهما بعد 7 سنين. بعد أن يصل إلى 7 سنين يجب على الولي أن يعلم الصبي والصبية أحكام الصلاة، ويضربهما على تركها بعد 10 سنين، لكن ضربا غير مبرح، يضربهما ضربا لا يكسر عظما ليعودهما على الصلاة. قال: كصوم أطاقاه. كذلك الصوم بعد 10 سنين يعودهما على الصوم ويضربهما عليه، ويعلمهم الصوم بعد 7 سنين ويضربهم عليه بعد 10 سنين، مثل الصلاة. ويجب عليه أيضا تعليمهما ما يجب عليهما من الصدق والوفاء وقول الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصلاة والزكاة والصوم وتعلم العلم العين. وقال: ويجب عليه أيضا تعليمهما ما يجب عليهما وما يحرم. يعلمهما ما يجب ليفعلاه، ويعلمهما ما يحرم ليتقياه ويبتعد عنه. قال: ويجب على ولاة الأمر، ولاة الأمر أهل السلطان، يعني مراد به السلطان، قتل تارك الصلاة كسلا ولو كان فرضا واحدا فإنه يقتله، لكن إن لم يتب يرسل له ويندب له أن يستتيبه، ولا يجب، وهناك قول بوجوب الاستتابة، يندب له. قال: إن لم يتب وحكمه مسلم،
يرسل له ويستتيبه يسن، فإن لم يتب يقتله يقتله حدا لا كفرا، حدا لا كفرا. فإذا كان ترك هذه الصلاة كسلا وتهاونا لا جحودا فإنه مسلم لكنه فاسق، لكنه فاسق، يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. قال: ويجب على كل مسلم أمر أهله بها. المسلم في بيته يتفقد أحوال أبنائه، أحوال زوجته، أحوال أهله ومحارمه، هل يصلون أم لا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بعض الناس في بيته لا يسأل هل زوجته تصلي أم لا، هل ولده يصلي أم لا، وكأنه نسي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال: وقهرهم، إذا قدر على ذلك يقهرهم. وإذا كان في، لأن بعض الدول يتأتى على الإنسان أن يقهر، خاصة في الدول التي تطلق الحرية للأبناء، فالإنسان يسعى إلى إصلاح أبنائه بما يتناسب وبما يليق يعني. قال: وتعليمهم أركانها، أركان الصلاة، من سجود، من قراءة فاتحة، من تكبيرة إحرام، الأركان معروفة، وشروطها، من وضوء وستر عورة ودخول الوقت، معرفة دخول الوقت وهكذا، ومبطلاتها من حدث وانكشاف عورة وما إلى ذلك، وكل من قدر عليه من غيرهم. كذلك يجب عليه إذا قدر على أطفال المسلمين بأن كان مدرسا ومعلما، يجب عليه أن يعلمهم ذلك، فهذا من الوجوب الكفائي. قال: فصل في فروض الوضوء. الفروض جمع فرض، والفرض في اللغة القطع، واصطلاحا ما يجب فعله ويثاب ما يجب فعله. فالفرض هو بمنزلة الواجب ومترادف معه. فصل في فروض الوضوء. والوضوء في اللغة مأخوذ من الوضاءة والحسن والبهاء والجمال، والمرء يلحقه بفتيان الندى خلق الكرام وليس بالوضاء، واصطلاحا أفعال مخصوصة بنية مخصوصة على هيئة مخصوصة. قال: ومن شروط الصلاة الوضوء، لأن الوضوء يتقدم أمام الصلاة، وما يتقدم أمام الشيء وكان هذا الشيء يتوقف عليه يسمى شرطا. وفروضه ستة: الأول نية الطهارة للصلاة بالقلب، النية، أن ينوي فرض الصلاة، أن ينوي فرض الوضوء، أو ينوي الوضوء، أو ينوي أداء الوضوء، أو رفع الحدث، وما إلى ذلك. قال: نية، والنية هي القصد، واصطلاحا قصد الشيء مقترنا بفعله، ومحلها القلب، والتلفظ بها سنة، ووقتها عند غسل أول جزء من الوجه في الوضوء. نية الطهارة للصلاة بالقلب أو غيرها، نية الطهارة أو غيرها من النيات المجزئة، نويت الوضوء أو أداء الوضوء أو أداء طهارة الوضوء أو رفع الحدث أو ما إلى ذلك، عند غسل الوجه، عند غسل أول جزء من الوجه. الثاني غسل الوجه جميعه، وحده، حد الوجه، ما بين منابت شعر رأسه إلى منتهى الذقن، هنا إلى آخره، من منابت شعر رأسه إلى الذقن، هذا بالنسبة للطول. وأما العرض من شحم ما بين شحمتي الأذنين، من الأذن إلى الأذن، شعرا وبشرا، فهو يغسل وجهه شعرا وبشرا، إلا إذا كانت لحيته كثة، والكثة هي التي لو أن إنسان يخاطبك لا يرى بشرتك، هذه تسمى كثة. أما إذا كنت أخاطبك وأرى لحيتك وأرى من وراء لحيتك بشرة جسمك، فهذه لا تسمى كثة، فيجب عليه أن يوصل الماء إلى داخلها. لكن إذا كانت كثة يمسح عليها من فوق فقط. قال: إلا باطن لحية الرجل، خرج بها لحية المرأة، يجب عليها أن توصل إلى أسفل، لأنها نادرة والنادر لا حكم له. وعارضيه إذا كثفنا، العارضان هما الشعر النابت على جانبي الوجه مما هو ملحق باللحية، وسمي عارضا لأنه تعرض للمردانية فأزالها. الثالث غسل اليدين مع المرفقين وما عليهما، كذلك مما يجب في الوضوء ومن فروضه أن يغسل اليدين إلى المرفقان،
والمرفقان هما عظمتا العضد والذراع، ويجب عليه أن يزيد قليلا فوق المرفق، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والرابع مسح الرأس أو بعضه ولو شعر واحد، ولو بعض شعره، لابد أن يكون في حده، في حده معنى داخل الرأس، داخل منطقة الرأس. فلو أن إنسانا له شعر طويل فغسل في طرف الشعر شعره، نقول له لا يكفي. قال الخامس غسل الرجلين مع الكعبين، الكعبان هما العظمان الناتئان، في كل رجل كعبان، ولا بد أن يرفع قليلا ويزيد فوق الكعبين، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أو مسح الخف إذا كملت شروطه، بأن كان قويا يمكن تتابع المشي عليه، وأن يدخلهما طاهرتين، وأن يكون بعد كمال الطهارة، وبحسب الشروط التي في تذكر في الخف. السادس الترتيب هكذا، الفرض السادس من فروض الوضوء الترتيب هكذا، أي على الوجه الذي ذكرناه، يبدأ بغسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين، وأولا النية لابد أن ينوي، ثم غسل الوجه ثم غسل اليدين مع المرفقين ثم مسح بعض الرأس ثم غسل الرجلين إلى الكعبين. وعلى هذا المنوال يكون وضوء الإنسان والمسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يتبع شرعه ويكتفي أثر نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.